أخبار المغرب اليوم، مرحبا بكم. حادثة سير مروعة وخطيرة بين تيزنيت وأغلو تخلف حصيلة مؤلمة. إلى التفاصيل. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم للفيديو وتشترك في القناة ديال صوتي باش ديما يوصلك جديد الأخبار. عرفت الطريق الرابط بين مدينة تيزنيت وشاطئ أغلو وقوع حادث سير خطير ليلة أمس الأربعاء أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخرين. وأوضح مصدر محلي أن اصطداما بين سيارة بيكوب وأخرى رباعية الدفع رونج روفر وسيارة ثالثة أسفرت عن مصرع أحد السائقين ومرافق له مباشرة بعد الحادث، في حين أصيب 7 أشخاص من نفس الأسرة كانوا على متن سيارة الدفع الرباعية بجروح متفاوتة الخطورة. ورجح المصدر أن تكون السرعة المفرطة وراء هذا الحادث، علما أن هذا المقطع الطرقي يشهد حركية كبيرة في هذه الفترة من فصل الصيف.